كملين صباحنا معكم مشاهدينا، وانتقلنا لمحطتنا الأخيرة لليوم، ورح تكون مع مجموعة من الصبايا والشباب يلي جمعتهم الروح الحلوة والمبادئ الأخلاقية على حب وتشجيع الفرق الرياضية وبالتحديد كرة القدم الرياضية الشعبية الأولى والأشهر. والخطوة الأولى بتحقيق الحلم كانت من 6 سنوات بتأسيس رابطة برشلونة الرسمية لسوريا. أكيد يا عفاف، يعني خطوة مهمة وحلوة اليوم لكل مشجعي برشلونة، وأكيد مشاهدينا كان الاعتراف من نادي برشلونة بعام 2022 كأول رابطة رسمية بسوريا بتعكس مدى شغف الشباب السوري بالرياضة وبتعكس ثقافة ورقي الشعب السوري بشكل عام بمختلف مجالات الحياة ليوصل للواقع الخدمي والإغاثي خلال فترة كارثة الزلزال بعام 2023. لنحكي بشكل موسع أكثر عن هي الرابطة ونتعرف أكثر مشاهدينا. بيسعدنا أن يكون معنا لليوم المسؤول الإعلامي جلال داؤود. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. صباحك أستاذ، وأهلا وسهلا فيك. خلينا نبلش مع حضرتك، بعد الاعتراف الرسمي شو يلي اختلف بعمل الرابطة؟ هلأ نحن يعني أول شيء كنا بشكل غير رسمي، كنا عم نحاول نجيب الرسمية. بتعرفي نحن كتير تعرضنا لصعوبات، وصعوبات من النادي طبعا، يعني مو من هون. كان في وضع غير مستقر كنادي، يعني ما في اعتراف، كانوا موقفين الاعترافات. وقت اللي اجبنا الرسمية نحن صرنا موجودين على الارض، يعني نحن صرنا نعمل تجمعات حلوة. نحن التجمعات كانت موجودة طبعا، بس نحن صرنا بشكل رسمي، نحن صرنا الرابطة الرسمية الاولى بسوريا المعترف عليها من طرف برشلونة. طبعا نحن جزء لا يتجزأ من المجتمع السوري، يعني نحن مجموعة شباب صبايا، وجعنا واحد، كنا بالبلد وفرحنا واحد. فكنا يعني حاولنا نكون ننخرط فورا بالمجتمع، ننخرط مع اي شيء ممكن يوجعنا. يعني اشتغلنا كثير شغلات حلوه عملناها على ارض الواقع، يعني مثل مثلا بالزلزال نحن كنا اول عالم، ركضنا ساعدنا، قدمنا اللي بنقدر نقدم عليه مثل اي شاب سوري انوجع بالشيء اللي صار. يعني حتى النادي يعني حكوا معنا، رئيس النادي حكى معنا، بعت لنا ايميل، حكوا معنا انه نتمنى الشفاء العاجل للجميع، التمنيات الرحمه للتوفوا، ويعني قدموا يعني ابدوا مساعده انه نحن مستعدين نقدم اي شيء بدكم اياه. وهن على فكره طار عقلهم بالشيء اللي نحن يعني عكسنا ثقافه الشباب السوري. يعني هن حتى صحيفه الموندو دوبرتيفو حكيت عنا، حكيت عن الشيء اللي قدمناه، الشغلات الخيريه اللي قدمناها. فهن كثير انبسطوا انه الشباب السوري هذا الشيء اللي عم بيقدمه مو بس رياضه. أكيد، وهذا الشيء يمكن بيعطي حافز كبير للشباب والصبايا. يعني عم نتابع عبر الشاشة اليوم نشاطاتكم والأجواء اللي عم تكون موجودة ضمن الرابطة. خلينا نوضح للمشاهدين أكثر عن هي الرابطة، شو هو الهدف منها وشو هي الفعاليات الخدمية اللي عم تقدموها. هلأ نحن الهدف منها، نحن هدفنا هو كان أول شيء كان حلم، يعني نحن قبل 6 سنين بلشنا فيها حلم. يعني في رئيس الرابطة بوجه له تحية، الأستاذ جورج نعمة، بلش فيها كفكرة حسيناها حلم. خطوة ورا خطوة، خطوة ورا خطوة، نحس انه هالحلم قريب يتحقق، ما في شيء مستحيل. يعني وقت اللي اجانا الاعتراف بالرسمية نحن طار عقلنا بصراحة. هدفنا نحن طبعا غير المجتمع، انه نحن انخرطنا بالمجتمع فورا، يعني ما لقينا اي صعوبات، فورا قدرنا ننخرط. نحن شباب نتجمع، نحضر مباريات، نحن اجواءنا عائليه كثير. يعني نحن بتفوتي مثلا انت على التجمع 200 300 واحد، الكل بيعرف بعضه، شباب وبنات، الكل بيعرفوا بعضهم. يعني حتى صار في علاقات عائليه خارج تجمعات الرابطه، خارج المباريات. يعني نحن كعوائل نطلع مشاوير، بنطلع، فانه هي جو حلو، يعني هي حالة حلوة بالمجتمع السوري، عرفتي شو؟ يعني الحلم وقت اللي تحقق كان شيء يعني طار عقلنا فيه بصراحة، يعني ما كنا متوقعين. وتحقق طبعا بتعب وجهد وخطوات انت ما بتتخيليها، ما بتتخيلي 6 سنين تعب لحتى قدرنا نوصل. يعني الأستاذ جورج ما بتتخيلي شو 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 شو
ضل وراها لجابة. أكيد نوجه له تحية بيعطيك أكيد. أكيد نوجه له تحية، بس خلينا بالأول كمان نحط أكثر بأجواء ضمن الرابطة. يعني اليوم ما عم نشوفكم هيك إيد واحدة، عيلة واحدة، هدفكم واحد وحلمكم واحد، وصيتوا وحققتوا كمان. خلينا أكثر هيك نكون بأجواء الرابطة بين الأعضاء ومقر الرابطة كمان. هلأ نحن الأجواء قلت لك نحن أجواءنا كثير حلوة، يعني أنت بتفوتي على تجمع وطبعا ندعيكم أيمت ما حبيتوا تشرفوا بتشرفونا بتشرفونا. يعني نحن مقرنا عملنا مقر بباب توما مطعم موناليزا الطابق الثاني قسم البينيا. فبتفوتي مثل ما قلت لك يعني انت بتفوتي على الاجواء على التجمع. نحن 300 200 300، الكل بيعرف بعضه. خارج التجمع أسر، يعني نحن انا وعائلتي جورج عائلته الشباب نطلع مشاوير ونطلع يعني، وفعلا ايد واحده يعني بتشوفينا نحن الشيء مثلا بحاجه الرابطه 100 واحد انه انا بعملها انا يعني. فنحن ايد واحده وان شاء الله رح نضل هيك يعني، وهي فعلا يعني حب النادي عنا يا كبير. بس هالشيء يمكن ما بيلغي وجود المنافسه بيناتكم. المنافسه بشو؟ لا نحن منافسه بكل شيء، مين اشطر، مين احسن، مين بده يعمل افضل شيء عنده. اكيد اكيد. هلا المنافسه هو شيء طبيعي وصحي يعني بصراحه، بس بالنهايه كلياتنا عندنا ثقه انه نجح واحد فالرابطه كلها نجحت. تمام تمام. واليوم يمكن نحن لما نقول مثلا جمعيه خيريه او انسانيه دائما بيكون هدفها انه تقدم دعم للاشخاص اليوم في حال حصول اي كارثه وخصوصا بالزلزال. اليوم لما نقول رابطه ورياضه وعم تقدموا دعم اغاثي اليوم، قد ايش هذا الشيء مهم؟ خلينا نحكي اكثر عن مشاركتكم اليوم خلال كارثه الزلزال. هلا اكيد نحن يعني مثل ما قلت لك نحن اول ما اسسنا الرابطه نحن مثلنا مثل أي شاب سوري، نحن جزء لا يتجزأ من مجتمعنا بأوجاعه بأفراحه بأي شيء. نحن على فكرة مو بس الزلزال، أيوة. يعني نحن كنا موجودين بالزلزال، نحن كنا قمنا بتوزيع سلال غذائية قبل رمضان، من فترة كنا عم نوزع جواكيت طبعا كله يعني بالتعاون مع مؤسسة سوريا بتجمعنا. فنحن يعني ما بنعتبر حالنا نحن شيء منفصل، لا لا نحن بقلب المجتمع ونحن بوجعه وجعنا ونحن اصلا من هذا البلد يعني. ونحن لاقول لك شغله، نحن قدرنا نعكس ثقافه المجتمع السوري حتى ببرشلونه. يعني نحن طلع من عنا عضو رسمي من الرابطه، طلع حضر لعبه بملعب برشلونه. انت بدك تشوفي الاصداء اللي صارت عندهم بالنادي، يعني حكوا معنا انه طلع عضو من عندكم، عكس ثقافة المشجع السوري، شغفه، اهتمامه بالرياضة، لابسين كنزاتنا نحن دي دماسكوس، نحن انه يعني تعرفي اقدم عاصمة سوري يعني اقدم عاصمة بالعالم. نحن طار عقلهم انه انتوا يعني انتوا هالثقافة يعني ما بعرف شافوه طار عقلهم فيها. فالوقت اللي نحن عم نحكي يعني كشاب سوري ف يعني عم نعكس شيء كثير حلو حتى برا، يعني حتى رئيس الرابط حتى رئيس النادي بيحكي معنا انه في له دعوه للعضو اللي كانت ببرشلونه انه وجهوا له دعوه لتحضر مباراه. العالم صاروا يشوفوا دي دماسكوس يتصوروا معه، انه شيء حلو كثير يعني عكسنا صوره كثير حلوه لسوريا باسبانيا. اكيد يعني هالشيء يمكن كانت فينا نعتبر كارثة الزلزال كانت ممكن فرصة لحتى تتيح لكم انخراط بالمجتمع أكثر كبداية، وتكونوا كبداية. طيب هذا الشيء لسه مستمر لحد هلا؟ طبعا. يعني من خلال كارثة الزلزال انخرطتوا وخلصتوا لحد هلا؟ لسه العمل التطوعي ضمن المجتمع والانخراط بالمجتمع لساته قائم لحد هاي اللحظة؟ طبعا الاستمرارية هي ضرورية بصراحة، يعني مو نوصل ونوقف أكيد. يعني نحن في كثير خطوات ان شاء الله جايه رح تشوفوها يعني، ونحن يعني نحن شباب متطوع بالرابطه وبرات الرابطه. ومثل ما قلت لك نحن ما بنعتبر حالنا ابدا منفصلين، نحن بالعكس نحن اساس المجتمع السوري. اكيد. بالختام بدنا نشكرك كثير المسؤول الاعلامي جلال داوود، شكرا لك ويعطيك الف عافيه. اهلا ومثلا، ونحن بس جايبين كادويات من الرابطه لحضراتكم. الله يسلمك، كل التوفيق جلال، كل التوفيق لكم ومزيد من تحقيق الاهداف والامنيات ان شاء الله. شكرا كثير.